ونحن في المطار معنا أميمة عبد الحميد من استعلامات مطار الخرطوم. أستاذة أميمة أهلا وسهلا بك وصباح الخير. صباح الخير أستاذ الكرام، تحييكم وتقدم لكم برنامج على هذا اليوم. نبدأ أول بصفوف العربية السعودية من الرياض، رحلة رقم 458 موعد الساعة 10 صباحا. بصفوف الجزيرة العربية السعودية من جدة، رحلة رقم 451 وصول الساعة 10 صباحا موعد الساعة 11 ونصف صباحا. بصفوف الجزيرة الأثيوبية من أديس، رحلة رقم 344 وصول الساعة 12 ظهرا موعد الساعة 3 ونصف ظهرا. طيران سليمات من جدة، رحلة رقم 591 وصول الساعة 12 ونصف ظهرا مقابل الساعة 1 ونصف ظهرا. وصفة الجوية السودانية من جوبا، رحلة رقم 310 وصول الساعة 1 ونصف ظهرا مقابل الساعة 9 صباحا. طيران الإمارات من دبي، رحلة رقم 733 وصول الساعة 4 ونصف مساء يوم الساعة 6 مساء. وصفة الأفريقية من ماليزيا، رحلة رقم 410 وصول الساعة 6 مساء مقابل الساعة 7 مساء. الشركة العربية من السارقة، رحلة رقم 661 وصول الساعة 8 مساء مغادرة الساعة 8 ونصف مساء. شركة مصر للطيران من القاهرة، رحلة رقم 855 وصول الساعة 6 ونصف مساء مغادرة الساعة 7 ونصف مساء. فلاي دبي من دبي، رحلة رقم 631 وصول الساعة 9 ونصف مساء مغادرة الساعة 10 ونصف مساء. الصدفة الجوية القطرية من الدوحة، رحلة رقم 1331 وصول الساعة 10 ونصف مساء مغادرة الساعة 1 صباحا. الخطوط الجوية السودانية من القاهرة، رحلة رقم 102 وصول الساعة 10 ونصف مساء مقابل الساعة 4 مساء. الشركة العربية من أبوظبي، رحلة رقم 513 وصول الساعة 11 ونصف مساء مقابل الساعة 12 ونصف صباحا. الخطوط الجوية التركية من اسطنبول، رحلة رقم 680 وصول الساعة 11 ونصف مساء مقابل الساعة 12 ونصف صباحا. الشركة العربية من الشارقة، رحلة رقم 667 وصول الساعة 12 ونصف مساء مقابل الساعة 1 صباحا. الخطوط الجوية السورية من دمشق، رحلة رقم 675 وصول الساعة 1 ونصف صباحا مقابل الساعة 2 ونصف صباحا. الخطوط الجوية العربية السعودية من جدة، رحلة رقم 453 وصول الساعة 1 صباحا مقابل 2 ونصف صباحا. الخطوط الجوية الأثيوبية من أديس، رحلة رقم 342 وصول الساعة 2 ونصف صباحا مقابل 3 ونصف صباحا يوم السبت. شركة مصر للطيران من القاهرة، رحلة رقم 853 وصول الساعة 2 ونصف صباحا مقابل الساعة 3 وربع يوم السبت. طيران سليمات من الرياض، رحلة رقم 293 وصول الساعة 5 ونصف صباحا يوم السبت مقابل الساعة 6 ونصف صباحا. الخطوط العربية السعودية من الرياض، رحلة رقم 459 وصول الساعة 8 ونصف صباحا مقابل الساعة 3 صباحا يوم السبت. شركة تركو للطيران، نبدأ أول بالتركو من جدة، رحلة رقم 2203 وصول الساعة 9 ونصف صباحا. بدري للطيران من جوبا، رحلة رقم 667 وصول الساعة 2 ظهرا. شركة تركو للطيران من جنين، رحلة رقم 411 وصول الساعة 1 ونصف ظهرا. بدري للطيران من سمو، رحلة رقم 651 وصول الساعة 3 ظهرا. بدري للطيران من الدوحة، رحلة رقم 680 وصول الساعة 4 مساء. شركة بدري للطيران من جدة، رحلة رقم 662 مقابل الساعة 9 صباحا وصول الساعة 1 ظهرا. بدري للطيران من القاهرة، رحلة رقم 160 مقابل الساعة 9 صباحا وصول الساعة 3 ونصف ظهرا. بدري للطيران من دبي، رحلة رقم 621 مقابل الساعة 11 صباحا وصول الساعة 9 مساء. تركوا للطيران من القاهرة، رحلة رقم 116 مقابل الساعة 12 ظهرا وصول الساعة 9 مساء. بدري للطيران من أبو ظبي، رحلة رقم 626 مغادرة الساعة 12 ظهرا وصول الساعة 9 ونصف مساء. بدري للطيران من القاهرة، رحلة رقم 160 مغادرة الساعة 2 ظهرا وصول الساعة 9 ونصف مساء. تركوا للطيران من جدة، رحلة رقم 2204 مغادرة الساعة 3 ظهرا وصول الساعة 7 مساء. بدري للطيران من جدة، رحلة رقم 660 مغادرة الساعة 4 مساء وصول الساعة 8 مساء. تركوا للطيران من الدوحة، رحلة رقم 234 مغادرة الساعة 4 مساء وصول الساعة 1 صباحا يوم غد. بدري للطيران من القاهرة، رحلة رقم 684 مغادرة الساعة 6 ونصف مساء وصول الساعة 1 ونصف صباحا. بدري للطيران اسطنبول، رحلة رقم 690 مغادرة الساعة 5 مساء وصول الساعة 2 ونصف صباحا. بدري للطيران شركة تركوا للطيران من الرياض، رحلة رقم 2016 مغادرة الساعة 7 ونصف مساء وصول الساعة 1 ونصف ظهرا.
صباح يوم غد بدري الطيران من جدة رحلة رقم 664 مغادرة الساعة 9 مساء وصول الساعة 1 صباحا. ترك الطيران من القاهرة رحلة رقم 112 مغادرة الساعة 8:30 مساء وصول الساعة 2:30 يوم غد. بدري الطيران من دبي رحلة رقم 200 مغادرة الساعة 10 مساء وصول الساعة 8 صباحا من يوم غد. مع تحياتي وتحيات رتبة الاستغامات الجوية. شكرا جزيلا لك يا أمي عبد الحميد.